يتوجه غدا 1.5 مليون ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلي مجالسهم المحلية في الانتخابات البلدية. وأوضح مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال أبو عرابي أن الفترة القانونية للانسحاب من الترشح للانتخابات تنتهي مع نهاية دوام اليوم، مؤكداً أن أي شخص ينسحب عقب ذلك سيعامل معاملة المترشح حتى لو أعلن انسحابه، وسيدخل بحسبة أرقام الأصوات ومجاميعها. أكد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أن موقف الجماعة من مؤسسي المبادرة الأردنية للبناء زمزم ما يزال محصوراً بمكتب تنفيذ الجماعة، موضحاً أن القرار بشأن المبادرة من صلاحيات المكتب التنفيذي وقد خرج من مجلس الشورى. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بجروح بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا قرب القدس المحتلة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم صباح اليوم وأطلق الرصاص الحي على المواطنين أثناء توجههم إلى المدارس والعمل، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بدأت فرق التفتيش الدولية للتحقيق بمزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا عملها في غوطة دمشق التي شهدت مجزرة قبل أيام راح ضحيتها المئات. وفي هذه الأثناء توقع الرئيس السوري بشار الأسد فشل أي عمل عسكري ضد بلاده، مؤكداً في حديثه لصحيفة إزفستيا الروسية أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الخيار العسكري ضد بلاده، لافتاً إلى محاولة عدة جهات التدخل في الشأن السوري.